وينضم الينا من الرياض عبر الهاتف الاستاذ عبد الله العتيبي المحلل السياسي. اهلا بك استاذ عبد الله. في البدايه دعني اسالك في جانب متمثل في اطار سياسي، قاده وممثلي دول مجلس التعاون حضروا ختام مهرجان جائزه الملك عبد العزيز للابل، اضافه الى شخصيات قطريه منهم الشيخ سلطان بن سحيم الثاني والشيخ مبارك بن خليفة الثاني وعدد من أصحاب سمو الشيوخ. ما هي دلالات ذلك على ما نشهده في الساحة الخارجية حاليا؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وأهلا وسهلا كذلك بمشاهدين الأخبارية. يعني أنا أعتقد أنه على الأقل يحمل دلالتين بالنسبة لي. يعني الدلالة الأولى هي أن المملكة يعني تحتضن دائما دول الخليج بكامل عددها، يعني في كل مهرجاناتها، في كل الفعاليات التي تقيمها، يعني دائما تكون موجهة لدول مجلس التعاون الخليجي، كون المملكة دائما هي عمود البيت الخليجي. فأنا أعتقد أن هذا الالتفاف الخليجي حول المملكة سواء في مهرجاناتها أو الفعاليات التي تقام في المملكة أو حتى حول مواقف المملكة الخارجية هو تعبير يعني عن اللحمة الخليجية. كل دول الخليج اليوم كانت حاضرة، كان هناك ملك البحرين، كان هناك ولي العهد الكويتي، كان هناك ولي عهد أبوظبي، كان هناك كذلك ولي عهد دبي، كان هناك كذلك من عمان وزير الرياض العماني، كلهم كانوا ممثلين لحكومات بلدانهم. وكان هناك أيضا ممثلا للشعب القطري الشيخ سلطان بن سحيم الثاني وباقي أخوته من آل ثاني الكرام. يعني أنا أعتقد أن دول الخليج الأربعة مثلت بحكوماتها، بينما مثل الشعب القطري يعني أشخاص لهم رمزية معينة عند القطريين. فبالتالي أنا أعتقد كل دول الخليج كانت حاضرة في مثل هذا المهرجان. الأمر الثاني والدلالة الثانية التي أراها في مثل هذه المسألة هي عزل الحكومة القطرية الحالية عن الواقع الخليجي. يعني مثل ما نرى اليوم كل خليجيين حاضرين ما عدا من يعمل في الحكومة القطرية أو من يعمل في المؤسسة السياسية القطرية الحالية. فأنا أعتقد أن مثل هذا العزل يعني يأتي يعني نتيجة لما قام به هذه الحكومة وهذا النظام خلال السنوات الماضية من يعني بث للفرقة بين دول الخليج نفسها. يعني أنا أعتقد الأمر انعكس الآن على القطريين أنفسهم أو على من يمثل السياسة القطرية الحالية. كانوا يسعون خلال السنوات الماضية إلى يعني محاولة تفريق العرب من خلال يعني عمل ثورة هنا أو دعم ثورة هناك أو من خلال دعم تنظيمات معينة في بلاد عربية معينة من أجل فقط أن يتحكموا بالمشهد النهائي، يحاولوا أن يجزئوا المنطقة من أجل أن يتحكموا بالمشهد النهائي. لكن أنا أعتقد أن اليوم جاء الجواب من كل الدول الخليجية وقبلها الدول العربية بأن يبقى النظام القطري معزولا إلى حين، إلى أن يعني يرضخ للمطالب الخليجية، إلى أن يعود أيضا إلى الحضن الخليجي. يعني أنا بالنسبة لي أنا أعتقد دائما أن الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب لا تريد أبدا أن تبقي قطر دائما خارج المنظومة الخليجية أو العربية، وإنما هي تريد أن يتعدل هذا السلوك الإجرامي بحيث تنضم من جديد إلى الدول الخليجية. فدائما الباب موارب لقطر متى ما عاد النظام القطري إلى حضنه الخليجي وحضنه العربي متبرئ أن تماما بالقول والعمل من كل الأعمال التي كان يعملها خلال السنوات الماضية. طيب سؤالي التالي لك أستاذ عبد الله، عندما نجد هذا التلاحم من قبل من جميع الأطراف ذات العلاقة مع المملكة العربية السعودية من أشقائها من دول الخليج الأوفياء للمملكة العربية السعودية في هذا المحفل التاريخي والموروث التاريخي من خلال هذا المهرجان مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، ألا يجسد ذلك دلالة أخرى على أصالة وقيم هذه الشعوب الخليجية مع بعضها البعض، ليس على المستوى السياسي فقط بل أيضا على الموروث التراثي والثقافي؟ بلا شك، يعني أنا أتفق معك تماما في هذا الأمر. يعني ما يجمع دول الخليج ليس هو فقط المواقف السياسية التي نطمع بأن تكون في النهاية صوتا واحدا في المحافل الدولية، ولا حتى أيضا يعني البناء الاقتصادي لهذه الدول الذي يقوم تقريبا على منظومة واحدة، ولا أيضا يعني القيم الاجتماعية التي تتشكل في هذه الدول، ولا أيضا على حتى مجرد اللهجة. يعني أنا أعتقد أن ما يجمع هذه الدول يقوم
اليوم على عمق تراثي، عمق تاريخي كبير. يعني كل دول الخليج تجتمع في 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 في, في مثل هذه المهرجانات، لأن هذه المهرجانات تمثل عمقا لكل دولة خليجية على حدة. فبالتالي نحن لا نقول جديدا عندما نقول أن حضور عمان أو الكويت أو الإمارات أو البحرين أو ممثلين عن الشعب القطري في هذا الاحتفال، إنما هم يعبرون عن أنفسهم في النهاية. يعني وأنا أعتقد أن هذا التعبير عن كل دولة على حدة هو ما يجمع دول الخليج بشكل عام في مشترك واحد. وأعتقد أن التفافهم أيضا حول المملكة في مثل هذه المهرجانات أو الفعاليات هو ما يجعل أيضا مواقفنا السياسية في المستقبل، مواقفنا الاقتصادية في المستقبل، مواقفنا الاجتماعية، مواقفنا الفكرية والثقافية تصبح يعني أمام العالم صوتا واحدا. أنا أعتقد دائما أن الاتفاق على التفاصيل الصغيرة هو ما يجمع، هو ما يصنع الصوت الكلي العام. فبالتالي أنا أعتقد أننا مشتركين في مثل هذه التفاصيل الصغيرة، وبالتالي أنا أعتقد أن مستقبل دول الخليج سيكون دائما صوتا واحدا سواء في الجانب الاقتصادي أو حتى الجانب السياسي. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبدالله العتيبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.